اتفق قادة دول مجموعة العشرين على خفض الاحترار المناخي بدرجة ونصف الدرجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، كما اتفقوا على الحد من مشاريع الطاقة التي تعمل بالفحم. جاء ذلك في ختام قمة المجموعة التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما على مدى يومين، ومن المفترض أن تشكل نقطة انطلاق مهمة لقمة الأمم المتحدة للمناخ التي ستنطلق غدا في مدينة غلاسكو البريطانية وبحضور 200 دولة. لم يكن في الإمكان أكثر مما كان، ذلك ما تشير إليه النتائج المتعلقة بالمناخ في قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الإيطالية روما. أبرز ما توصلت إليه القمة هو اتفاق بشأن حصر الاحترار المناخي بدرجة ونصف الدرجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. جميل هذا الاتفاق وفق علماء وناشطين في مجال البيئة، لكن ما هو أجمل منه وفق قولهم هو تحديد الوسائل الملموسة التي ستستخدمها الدول لاحترام هذا الهدف في سبيل وقف الارتفاع الكارثي لدرجات حرارة الأرض البالغ حالياً 2.17°C. قادة الدول اتفقوا كذلك خلال القمة على التوقف عن دعم مشاريع المحطات الجديدة للطاقة التي تعمل بالفحم هذا العام، كما رصدوا 100 مليار دولار لدعم الدول الفقيرة في مواجهة آثار التغير المناخي. ما كان مخيبا للآمال وفق علماء المناخ هو خلو البيان الختامي للقمة من الإشارة للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، لا سيما وأن مجموعة العشرين تسهم بنحو 80% من انبعاثات الكربون التي يقول العلماء إنه يجب تخفيضها بشدة لتفادي حدوث كارثة مناخية. غير أن ملفات الصحة والاقتصاد والمناخ والبيئة التي تناولتها القمة على مدى يومين لم تمنع الزعماء المشاركين من عقد لقاءات ثنائية ذات طابع سياسي، لدرجة أن وصف بعض المراقبين القمة بقمة تصفية الخلافات. في هذا اللقاء يتفق الرئيسان الأمريكي جو بايدن والتركي رجب طيب أردوغان على تشكيل آلية مشتركة لتعزيز وتطوير علاقات البلدين، مع الإشارة إلى أهمية علاقات التحالف في إطار الناتو وأرضية الشراكة الاستراتيجية. ووفقا لمصادر دبلوماسية أمريكية، همس سيد البيت الأبيض لأردوغان بالقول: دعك من أي أعمال متهورة قد تضر بعلاقات البلدين من قبيل التهديد بطرد السفير الأمريكي من أنقرة. كما أعرب له عن خشية واشنطن من اقتناء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400، وأبلغه بأن طلب شراء مقاتلات F-16 يجب أن يمر بعملية دقيقة في الولايات المتحدة. القمة شهدت كذلك لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والفرنسي إيمانويل ماكرون في محاولة لتذويب جليد العلاقات بين البلدين. على هامش القمة أيضا اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على القيام بإجراءات عملية وعملياتية لحل الخلاف بشأن حقوق الصيد بعد أن تدحرج هذا الملف وتبادل البلدان تهديدات عدة في سياقه. من روما ينضم إلينا الصحفي المختص في الشؤون الأوروبية تيسير الغانم. أهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة قناة المملكة. أستاذ تيسير، نبدأ من الشؤون الأوروبية سياسيا، هل هذه القمة سوف تساعد في حل الاحتقان بين كبرى الدول الأوروبية برأيك؟ بالتأكيد هي جاءت فعلا كخطوة متقدمة لحل الكثير من الخلافات الداخلية الأوروبية، منها قصة الصيد البحري، الخلاف بين بريطانيا وفرنسا. تم الاتفاق على تذليل الكثير من الصعوبات وتخفيف حدة التصعيد بين البلدين. بالنسبة للملفات الأخرى، هناك يعني إجماع أوروبي على يعني أن الخطوة الأساسية التي تمخضت عن إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة ومنها،
يعتبر إنجاز كبير، خاصة وأنه سيؤثر من ناحية تخفيف انبعاثات الكربون الناجمة عن تصنيع الصلب والألمنيوم. هناك ملفات أخرى طبعا من الناحية الأوروبية مفيدة، يعني ستنعكس إيجابيا، وهي تشجيع الحد من يعني الاعتماد على الفحم في كمصدر للطاقة، بل وتقريبا تصفير إنتاج الطاقة من الفحم. وهناك آلية جديدة تتعلق بتسعير الكربون، بحيث أنه لا يتم للشركات استخدام مصادر للطاقة غير نظيفة في المستقبل. نعم أستاذ تيسير، يعني انتقلنا إلى جوانب أخرى. لو عدنا إلى الجانب السياسي في العلاقات الأوروبية مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، لكنها أيضا من ضمن الناتو، نتحدث عن تركيا، نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، أزمات كبيرة فيما يتعلق بعلاقات بعض الدول الأوروبية الخارجية مع هذه الدول، هذه القمة ستساعد على حلحلتها؟ الاتحاد الأوروبي ساهم كثيرا في يعني تقريب وجهات النظر بين تركيا والولايات المتحدة، واجتماع اليوم بين الرئيس بايدن والرئيس أردوغان يعني كان خطوة مهمة للبدء بحلحلة الأزمة بين البلدين وتخفيف نقاط الخلاف. واتفق الجانبان بالفعل يعني على آلية لتحقيق هذا الهدف. لم تحل يعني الخلافات حتى الآن، هناك نقاط إيجابية وهناك نقاط لا زالت عالقة. نعم، أيضا اللقاءات الثنائية مثلا بين الرئيس الفرنسي والرئيس التركي، هل هناك حل قريب للخلافات الثنائية بينهما؟ هذه خطوة مهمة، هذا أول لقاء يجمعهما، وهو لقاء بالتأكيد سيتتبعه خطوات أخرى حسب تصريحات بعض الدبلوماسيين. ليس معروفا حتى الآن إذا ما كان هناك زيارة مستقبلية للرئيس الفرنسي لتركيا أو الرئيس التركي إلى فرنسا، ولكن هذه خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح بعد تفاقم يعني تدهور العلاقات بين البلدين. الحضور التركي كان لافت للنظر، وكان هناك تفاعل كبير يعني من ناحية البدء بحل بعض المشاكل المتعلقة بالصراع في شمال سوريا. من ناحية أخرى هناك يعني برأيي تشجيع من جانب الدول الأخرى كالصين وروسيا على أن لا يكون هناك تصعيد في منطقة البحر الأبيض المتوسط. نعم، بما أننا تحدثنا عن الصين وروسيا فلنترك روما ونذهب إلى غلاسكو، دولتان كبيرتان جدا تغيبان عن هذا الحدث الأممي الكبير. ما هو المتوقع من مؤتمر غلاسكو رغم حضور شخصيات كبيرة في هذا المؤتمر؟ كما ذكر رئيس الوزراء الإيطالي في البيان الصحفي الختامي منذ قليل، أن روسيا والصين والهند كانا يعني اتفقا في قمة روما على أن الهدف عد يعني سقف أن يكون سقف الزيادة الحرارية درجة ونصف، واحد درجة ونصف، هو اعتراف ضمني بضرورة أن يعمل الجميع على تصفير الانبعاثات بحلول عام 2050. كانت الصين والهند وروسيا اقترحا 2060، وعملت إيطاليا بجهد كبير يعني دبلوماسي مع الدول الثلاث لإقناعها بأن الهدف ينبغي أن يظل 2050. هذا ما سنرى نتائجه في غلاسكو، لأن حتى الآن لم يذكر البيان الختامي موافقة يعني
خطية من الدول الثلاثة هذه على التصفير بحلول نعم. 2050. وهنا السؤال، حتى لو كان هناك موافقة خطية من كل الدول التي سوف تحضر القمة أو لن تحضر هذه القمة وكانت من بين دول مجموعة العشرين، ما الذي يلزم هذه الدول بالالتزام بهذه الخطة؟ بالفعل هو لم يكن هناك أي التزام حتى شفهي أو نظري في الماضي، فمجرد التوقيع على وثيقة ملزمة كما ذكر رئيس الوزراء الإيطالي هي خطوة إيجابية نحو الأمام. طبعا الفترة الممتدة من الآن حتى 2050 ف30 عام، يعني يخلق الله ما لا تعلمون. يخلق الله ما لا تعلمون. نعم، من روما صحفي المختص في الشؤون الأوروبية الأستاذ تيسير الغانم، شكرا جزيلا لك. أرحب بالمختصة في قضايا التغير المناخي السيدة صفاء الجيوسي، أهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة قناة المملكة. قادة العالم لربما يختلفون كثيرا في السياسة، ولكن كلهم متفقون على ضرورة التوصل لحل للتغير المناخي، ولكن السؤال، هل سيتفقون على ضرورة الوصول لهذا الحل وكيفية الوصول إليه؟ الكيفية هي اليوم اللي بنحكي عنها بهذا المؤتمر، لأنه إجا مؤشر واضح من المجموعة العشرين إنه يصير في تحول جذري للاقتصاد الأخضر والتخلص من الوقود الأحفوري وخصوصا الفحم الحجري. اليوم بمؤتمر الأطراف 26 تتناقش الدول حول الكيفية والوقت المحدد، لأنه بعض الدول ترى أن منتصف القرن هو قريب جدا ويريدون أن يشتروا الوقت أكثر، فالكيفية هي المشكلة. واليوم يجب على الدول أن تأخذ قرار سياسي اقتصادي، لأن الوضع الحالي بالتغير المناخي يجب علينا أن نخفض الانبعاثات 7 مرات أكثر مما نعمله الآن. نعم، رئيس الوزراء البريطاني قبل قليل صرح بأنه إذا فشل مؤتمر غلاسكو كل شيء سيفشل، ما الذي يقصده؟ لأن ب 2015 حصلت اتفاقية باريس. اتفاقية باريس حصلت بعد الكثير من الجهد والكثير من العناء من جميع الدول ومن جميع المجتمع المدني والصحافة وغيره، مما يسمون بنون ستيت اكترز او مش ممثلين عن السياسيين. اليوم المؤتمر اليوم هو مؤتمر لينفذ اتفاقية باريس وهي الاتفاقية التاريخية. اذا فشلت مناقشات كيفية تنفيذ اتفاقية باريس، اذا اتفاقية باريس سوف تكون فاشلة. ولهذا السبب المؤتمر اليوم والأسبوعين القادمين مهمين جدا. نعم، يعني البعض هنا أيضا يتساءل عندما نتحدث عن اتفاقية باريس، هذه الاتفاقية إذا كانت الولايات المتحدة مثلا تستطيع الخروج منها متى شاءت، ما هو الملزم في هذه الاتفاقية؟ للأسف هو غير ملزم إلا إذا قامت الدول بمناقشتها محليا والتوقيع عليها محليا. على سبيل المثال كالأردن، البرلمان صادقها، فهي ملزمة لما تتحول محليا. واليوم اتفاقية باريس ملزمة، اليوم اتفاقية باريس ملزمة لأن الدول صادقتها محليا، جميع دول العالم. هل كل دول العالم قامت برلماناتها بالمصادقة على هذه الاتفاقية؟ تقريبا هي نعم تقريبا. هي أسرع اتفاقية دخلت في حيز التنفيذ بشهر 11. نعم، نعم. قامت الدول بالتوقيع اتفاقية باريس. نعم سيدة صفاء، اسمح لي أن أسأل، يعني ووضحي لنا رجاء فنيا، ما هو الاختلاف بين الدول عندما نتحدث عن 2050 و2060، لماذا هناك هذا الخلاف؟ هو ليس خلاف بالكلمات، هو خلاف أنا بشوفه استغلالي. بعض الدول تريد أن تشتري الوقت لاستغلال الوقود الأحفوري الموجود لديها، كأستراليا على سبيل المثال قالت أنها تريد أن تقوم بصفر الوصول لصفر كربون بمنتصف القرن أو ب 2060، واليوم يستغلون المصادر
الموجودة بالوقود الأحفوري. ونحن الأرض والبشرية ليس لدينا هذا الوقت للقيام باستغلال الوقود الأحفوري الموجود. إذا نريد تطبيق اتفاقية باريس، 80% من الوقود الأحفوري الموجود في باطن الأرض يجب أن يبقى في باطن الأرض، نستغل 20% للانتقال العادل للطاقة المتجددة. ولكن أيضا يمكن أن يؤدي هذا إلى انهيار اقتصادات بعض الدول. عشان هيك دائما بنحكي الانتقال العادل للطاقة المتجددة، وعشان هيك هاي جزء من نقاشات اليوم بالمؤتمر، أن على الدول المتقدمة أو الدول التي قامت بالانبعاثات الدفيئة خلال الثورة الصناعية أن تعوض الدول التي تريد أن تنتقل إلى الطاقة البديلة، لأن الاقتصاد يعتمد عليها، وهو ما يسمى بصندوق التغير المناخي، صندوق التكيف وصندوق التخفيف. فاليوم يجب بهذا المؤتمر وضع آليات لدعم الدول الأقل تطورا للانتقال العادل للطاقة المتجددة. الانتقال العادل يعني أن لا يخسر الناس وظائفهم، الناس اللي بيعتمدوا وظائفهم على الوقود الأحفوري على سبيل المثال، أن لا تتأثر ميزانية الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري. فيجب لذلك عندما نتحدث عن التغير المناخي يجب أن نتحدث عن العدالة المناخية والانتقال العادل، لأن حقيقي الدول الغير متقدمة تعتمد باقتصادها على الوقود الأحفوري. نعم، يعني هل نستطيع القول بأنها حرب بين الدول الكبرى نفسها، دول العشرين، ومن يعني تذهب كل مقدراته، من يمكن أن يضعف اقتصاده هي الدول النامية والدول الضعيفة؟ للأسف التغير المناخي ليس عادل، وكما نرى أن تبعات التغير المناخي هي أشد على المجتمعات الأكثر هشاشة والأكثر ضعف. مناقشات التغير المناخي منذ بدأت، وعلى القليلة من أول ما أنا كنت بحضرها من 15 سنة ولليوم، هي نقاشات سياسية بحتة واقتصادية بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة. هل الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تدعم الصين على سبيل المثال، لأن الصين ليست مسببة للتغير المناخي التاريخي؟ وهذه النقاشات، ما حصل باتفاقية باريس هو أنه جمع هدول الدول مع بعض، الدول المتقدمة والدول الأقل تقدما، وقال أن جميع الدول يجب أن تحد من انبعاثاتها كل حسب قدرته، وعلى الدول المتقدمة أن تدعم الدول الفقيرة. وهذا هو ما يتناقش به الدول في الأسبوعين القادمين. ومنطلق الدعم هو جدا مهم، لأن جميع الدول قدمت ما يسمى بالمساهمات المحددة محليا، أي ما يمكنها المساهمة بحلول التغير المناخي. وأكثر هذه المساهمات مثلا من دولنا العربية هي مساهمات معتمدة على التمويل، فإذا لم نحصل على تمويل لن يمكننا الحد من التغير المناخي. نعم، المختصة في قضايا تغير المناخ السيدة صفاء الجيوسي، شكرا جزيلا لك.